مشاهدينا أهلا بحضراتكم من جديد. انضمام مصر وبعض الدول للبريكس يعد ضربة موجعة للدولار، حيث سيتيح لدولة التبادل التجاري بينها وبين دول المجموعة بالعملات المحلية، مما سيقلل الضغط على الدولار ويؤدي إلى انخفاض سعره، وبالتالي ستنخفض أسعار السلع. في هذه التغطية نوضح لحضراتكم كيفية تأثير انضمام مصر للبريكس على الطلب على الدولار في السوق المصرية. مع بدء العام الجديد 2024 أمس انضمت مصر رسميا إلى مجموعة بريكس، وهذه الخطوة يعتبرها الخبراء خطوة هامة في سبيل الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي ستساعد على تقليل الطلب على الدولار. مصر منذ سنوات وهي تشهد أزمة في توفير العملة الصعبة الدولار مع تفاقم معدلات التضخم خلال العامين الأخيرين، وقامت القاهرة بتحرير الجنيه 3 مرات منذ مارس 2022 حتى يناير الماضي، وذلك أدى لانخفاض سعر الجنيه المصري أمام الدولار بحوالي 25% خلال عام 2023 وبحوالي 50% منذ مارس 2022. ووفقاً لتصريحات الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، فإن انضمام مصر يوم 1 يناير رسمياً للبريكس يعني التعامل مع 10 دول بعملات وطنية محلية، مما يعني تقليل الضغط على الدولار ومن ثم ينخفض سعره نوعاً ما. اتجاه كثير من الدول لاستخدام عملات أجنبية أخرى بدلا من الدولار في التعامل، فيما بينها مثل الروبل واليورو واليوان والجنيه الاسترليني، سيخفف من الطلب الكبير على الدولار وسيقلل الضغط على العملات المحلية التي أصبحت تعاني بشدة مقابل الأخضر الأمريكي في ظل الأزمات الاقتصادية التي تحيط بالعالم. ومن جانبه قال محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن الفائدة الكبيرة من الانضمام للبريكس تكمن في الإعلان عن تنسيق بين الدول الخمسة، وهم الصين والهند وجنوب إفريقيا وروسيا والبرازيل ودول جديدة المنضمة اعتبارا من يناير الجاري. ونوه أن بريكس منظومة عالمية جديدة مختلفة عن المنظومة الموجودة حاليا، وأشار إلى أن دول بريكس تولي اهتماماً كبيراً لمستقبل النظام النقدي العالمي، وهذا الموضوع يختلف عندما يتحدث الناس عن النظام المالي العالمي، حيث يرتبط بمستقبل مؤسسات مالية كبيرة مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وبنك التنمية الإفريقي، فضلاً عن مؤسسات القطاع الخاص. الصين تعتزم الضغط على كتلة بريكس للأسواق الناشئة لتصبح منافساً شاملاً لمجموعة الدول الصناعية 7 الكبرى هذا الأسبوع، واعتبر محي الدين أن وجود مصر في هذا التجمع سيخلق فرصاً جيدة سواء من خلال التنسيق ككتلة أو مجموعة، كما لفت إلى أن هناك أيضاً فرص للحوارات الثنائية على هامش هذه اللقاءات. فالبريكس تركز على مستوى القمة المؤسسية، ولكن هناك أيضا جهود تحضيرية يشارك فيها وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية والمؤسسات ذات الصلة بالنمو والتنمية، وهذا سيفتح مجالاً جديداً للتعاون مع زيادة الفرص لفهم المجالات المختلفة للتطوير وتعزيز الاقتصاد والاستثمار في العنصر البشري وضمان استثمار فعال في البنية التحتية وتعزيز فرص التصدير وغيرها من المبادرات. قال الوزير مفوض يحيى الوافق بالله رئيس جهاز تمثيل تجاري في تصريحات تلفزيونية أن انضمام مصر لتحالف بريكس له العديد من الآثار الإيجابية على الاقتصاد، فهو سيساعد على تقليل الاعتماد على الدولار لأن تجمع بريكس هدفه الرئيسي الاعتماد على العملات المحلية. وأوضح أنه في حال نجاح البنك المركزي في وضع خطة مناسبة للتعامل بالعملات المحلية،
فمن الممكن أن نقلل الاعتماد على الدولار بنسبة 40% إذا حدث تبادل تجاري بالعملة المحلية مع الهند والصين. ومن جانبه يعتبر فخري الفقي رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصرية انضمام مصر إلى بريكس خطوة هامة ستسهم في زيادة التبادل التجاري مع مصر، خصوصا مع إمكانية استخدام مصر لمبادلة العملة مما يسهل التجارة والتبادل بالعملات المحلية. مصر كعضو في بريكس الذي يشمل 11 دولة بعد انضمام 6 دول أخرى، يمكنها الآن إجراء مبادلة العملة مثلما وقعت مصر اتفاقية مقايضة بين الجنيه المصري والدرهم الإماراتي بقيمة اسمية تصل إلى 42 مليار جنيه مصري و5 مليارات درهم إماراتي 1.4 مليار دولار. وتوقع الفقي توقيع المزيد من الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة. ومن ناحية أخرى فإن الناتج المحلي الإجمالي لدول مجموعة البريكس مثل حوالي 29% من الاقتصاد العالمي في 2023، وذلك وفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بعد موافقة التكتل على توسيع عضويته. كما تشير المعلومات إلى وجود حول 40,000 شركة تابعة للدول الخمس المؤسسة للبريكس في مصر، ومن المتوقع أن يزيد هذا العدد بشكل ملحوظ مع تنفيذ خطط التعاون الاستثماري بين الدول الأعضاء وفقا لمسؤول في الهيئة العامة للاستثمار في مصر. كشف هاني محمود نائب أول رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية عن كيفية تأثير انضمام مصر للبريكس على الطلب على الدولار في السوق المصرية، وقال أن دخول مصر في بريكس هو خطوة هامة في سياق الإصلاح الاقتصادي داخل مصر، فوجود مصر في هذا التكتل سيساعد على تقليل الطلب على الدولار، لأنه سيتم التعامل بالعملات المحلية بين مصر وهذه الدول. ونوه أن حجم الميزان التجاري مع هذه الدول مثل الصين والهند وجنوب أفريقيا كبير، وانضمام مصر سيقلل من الطلب على الدولار. كما قال أيضا بالتالي فإن هذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض في سعر الدولار، وفي نفس الوقت قد يسهل بعض الاتفاقيات الجمركية والضريبية بين البلدان مما يساهم في تخفيف الأسعار. وفيما يتعلق بالتبادل التجاري بين مصر ودول التكتل بعد التوسع، فقد مثل حوالي ثلث حجم تجارة مصر مع دول العالم، وذلك حسب بيانات صندوق النقد الدولي. وقد زادت صادرات مصر إلى دول بريكس بنسبة 5.3% في العام الماضي لتبلغ 4.9 مليار دولار، في حين زادت الواردات 11.5% للعام نفسه لتصل إلى 26 مليار دولار. انضمام مصر إلى منظمة البريكس ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنغهاي للتعاون سيساعد في تغيير مسار عملة تسوية المعاملات التجارية بقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة من أجل تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري. أوضح الدكتور رائد سلامة الباحث الاقتصادي في تصريح خاص لصدى البلد أن الدولار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن وهو عملة تسوية المعاملات الدولية، فأن الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الشريك التجاري الرئيسي لمصر، لكن عملتها الدولار هي عملة تسوية أو سداد المعاملات الدولية بين المجتمعات المختلفة. ولكن العبرة كانت تكمن في مركز العملة التي نقوم بالسداد بها، وضرب مثالا قائلا لو قامت دولة بشراء بضائع من الهند فهي كانت لا تدفع ثمن هذه البضائع بالروبية الهندية، ولكن كان يتم استخدام الدولار كعملة وسيطة لترجمة تلك المعاملات، وهو ما كان يزيد من الطلب المحلي عليه ويرفع من سعره.
لذلك كنا بحاجة إلى بناء احتياطي نقدي متنوع من العملات وليس بالدولار فقط على المدى الطويل، وبتطوير منظمة البريكس ومؤسساتها المختلفة بالتعاون مع منظمة دول شنغهاي للتعاون، فإن ذلك سيساعد في تغيير مسار عملة تسوية المعاملات التجارية وقبول تلك التسويات بالعملات المحلية لتلك المجتمعات المختلفة. تواجد مصر بهذه المؤسسات فائدة حقيقية عظيمة من ناحية تعديل الموازين التجارية وقبول تسوية المعاملات بالجنيه المصري. فمثلاً بعد انضمام مصر للبريكس، إذا قامت بشراء بضائع من الهند فسوف تدفع ثمن هذه البضائع بالروبية الهندية، وستستطيع أيضاً استخدام الروبل بدلاً من الدولار في تعاملاتها التجارية مع روسيا، حيث يقدر حجم التبادل التجاري بين مصر وروسيا بحوالي 4.7 مليار دولار لعام 2021. كما ستستفيد مصر أيضاً بالسياحة الروسية الوافدة إليها في الحصول على الروبل الروسي في التبادل التجاري، وسيحدث ذلك أيضاً مع كل الدول المنضمة إلى البريكس. هذا الأمر يعد ضربة جديدة لكسر هيمنة عملة الدولار، وسيقلل الضغط على عملة الدولار، وحجم الاستيراد يكون بفاتورة أقل، وبالتالي سيؤثر على سعر السلع وتنخفض الأسعار. وكانت قد دعت مجموعة بريكس في أغسطس الماضي 6 دول إلى العضوية بدءا من يناير 2024، وهي مصر والسعودية والإمارات وإيران والأرجنتين وإثيوبيا. ويرجع تسمية البريكس بهذا الاسم العام 2006 عندما اتفقت البرازيل وروسيا والهند والصين على تشكيل مجموعة اقتصادية وسياسية تعرف باسم بريك باستخدام الحرف الأول من اسم كل دولة. وفي عام 2010 انضمت جنوب إفريقيا إلى هذه المجموعة، مما أدى إلى تغيير اسمها إلى بريكس. مشاهدينا، انتهت هذه التغطية، كنت معكم نورهان عادل، بشكر حضراتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.